وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ حمادة العربي موفد النيل. حمادة، قلنا داخل الصورة لديك من خلال متابعتك لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. غدا، بعد التحية والتحية موصولة لكل مشاهدي النيل للأخبار، تتواصل الجلسات منذ الصباح الباكر وحتى الآن محاور عديدة لهذه الجلسات. ويمكن كما ذكرت الجلسة الخاصة بمصر لقت استحسان وإشادة من معظم الوفود المشاركة والحاضرة لهذه الجلسة بصورة قوية، خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية في مصر لمحاربة الفساد بشكل جذري، واتخاذ إجراءات ويعني محاولات استباقية لمنع الفساد بصورة كبيرة. هناك تأكيدات أيضا على ملف مكافحة الفساد ما بين الدول والعلاقات الممتدة والداعمة لهذه القضية من خلال التعاون المثمر وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشكل جذري. يمكن غادة، ما بين العديد من المحاور كان هناك محور خاص بأكثر الفئات تعرضا للفساد، ويمكن الفرق ما بين الرجل والمرأة ظهر جليا في هذه المناقشات، ما بين محاولات يعني جادة عمل دراسات مستفيضة حول أي الفئات معرضة أكثر للفساد. وينضم إلينا على الهواء مباشرة القاضية رنا عكوم، ضابط الاتصال لمكافحة الفساد في وزارة العدل اللبنانية. بنرحب بك يا فندم على شاشة النيل للأخبار. الدراسات إلى أي مدى وصلت؟ كيفية أن يكون هناك دعم لفئات بعينها أمام قضايا الفساد؟ يعني مثل ما تفضلت أنه المرأة هي الفساد، أول شيء بيأثر على كل أفراد المجتمع سواء على الرجال ولا على النساء، إنما المرأة بما أنه هي من الفئات الضعيفة والمستضعفة فمن الطبيعي أنه الفساد يأثر عليها بنوع خاص أكثر من غيرها. إنما في المقابل وبظل القوانين التمييزية حول العالم يلي حرمت المرأة من كثير من حقوقها، صار المرأة في عندها ردة فعل أنه هي مثل ما حتحارب التمييز في هالقوانين هي يلي حرمتها من الكثير من حقوقها، صارت كمان بدها تحارب الفساد. وبالتالي المرأة اليوم عم تلعب جهود جبارة مثل ما منقول في الإنجليزي to have a chair at the table. وبالتالي لأنه مش معقول يكون في حلول أو تشريعات أو سياسات للنظر في وضع المرأة وكيفية إشراكها في القرارات اللي بتتخذ بحقها من دون ما تكون هي موجودة وتشارك في هذه القرارات. يمثله هذا المؤتمر من محاولة يعني حماية المرأة والحفاظ على حقها ودعمها أيضا في مكافحة الفساد، كيف تستفيد المرأة من عقاد هذا المؤتمر؟ هل تحتاج إلى توعية أكثر؟ تحتاج إلى ضمانات قانونية أكثر؟ طبعا المرأة مجرد ما انه تكون موجودة بهيدا المؤتمر، هيدا بحد ذاته خطوة نحو انه هي تكون مطلعة على القرارات، يعني على القرارات ودرافت ريزولوشنز يلي عم بتصير فيما يتعلق بموضوع المنع من الفساد، الوقاية من الفساد ومكافحة هذا الفساد، وتحديدا في الامور التي تتعلق بالمرأة بشكل خاص. وكيف اذا كانت المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هي امرأة من الطراز الرفيع، وهذا بالطبع يشجع كل امرأة انه تقول انه هي في إلى امل وفي إلى مكان في هذه يعني في هذا الحقل من 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 الموضوع. يعني القضية رنا عكوم، ضابط الاتصال بوزارة العدل اللبنانية لمكافحة الفساد، شكرا جزيلا لتشريفك وحضورك معنا. غادة، ما زالت الفعاليات متواصلة، ما زال البحث والتدقيق في مختلف الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد مستمر، مؤتمر غاية في الجدية وغاية في الاهتمام وغاية كذلك في المطالبات المستمرة بتعاون كامل بين الدول، خاصة ما بعد جائحة كورونا وأثناء الجائحة من وجود لقضايا فساد متعددة ما بين الدول، دول هناك صراعات بها ودول غير مستقرة ودول في مرتبات متقدمة. الفساد لا يعرف مجتمعات بعينها، لكن يعرف أن هناك ضعاف للنفوس سواء بالنسبة للفساد الإداري أو المالي أو الأخلاقي، لابد من مكافحة الكل طبقا لاستراتيجيات أحيانا تختلف من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في هدف واحد وهو محاربة الفساد كعائق أساسي أمام التنمية في مختلف المجتمعات. أشكرك الزميل حمادة العربي موفد النيل إلى شرم الشيخ.